الجمل وغير الجمل. نعم، بنى قصر خضراء هذا معاوية من لبن وطين في الأول، بس قصر كامل مخيف. فقدم عليه وفد صاحب الروم فقال لهم: كيف رأيتم بنائي هذا؟ قالوا: حسن، إلا أنك بنيته لك والعصافير. هذا لا، يعني هذا لا يبنى للأجيال، لأنه هذا من طين تنقره العصافير تأكله، هذا لن يورث يعني جيلين ثلاثة أربعة مثل ملوك ملوكنا إحنا البيزنطيين. فهدمه وبناؤه بالحجر، حجر حجر صوان مكلف جدا جدا جدا. ما فيش شيء واحد عندنا ما شاء الله من فقهاء العظماء الدراويش الأتقياء الأتقى من إحنا زنادقة طبعا، تساءل من أين لمعاوية أن يبني هذا القصر معروف بالخضراء؟ أبو ذر سخط هذا وقال له: يا معاوية، لأن كنت بنيته من مالك فهذا إسراف، والله ولي يحب المسرفين. وطبعا في السؤال: من ماله؟ من وين من ماله؟ من وين كون ثروة؟ عثمان ما قدرش يكونها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي طبعا الزاهد. من وين كون هذا الرجل يا حبيبي؟ وبالسرعة هذه القياسية، ها؟ من وين جبتها؟ من وين جبتها؟ وطبعا الخضراء على ما أذكر أنا هو لما بنى بنى وهو أمير قبل أن يصبح أيام عثمان، طبعا أيام عثمان قبل أن يصبح خليفة. طبعا هو خلاص، ما هو الأمور لما صار عثمان، عثمان طبعا يرخص له في كل شيء، ابن عمه وكذا بن أمية هذول ما في مشكلة. هذا خطأ عثمان القاتل على فكرة. عثمان أخذ عليه أشياء كثيرة رضوان الله عليه، بس خطأه القاتل أنه أطلق أيدي قرابتهم بني أمية في أموال الأمة وأعراضها ونفوسها. هذا يقتل لي واحد في مصر، ويود يقتل لي واحد في العراق، والناس تطالب بدمه، يقول لا ما في، إلا انقتل انقتل، الناس انجنت. كيف يا حبيبي؟ وين؟ ليش يا عثمان الناس تقتل؟ ما في، في ثأر، في قصاص؟ لا ما في قصاص. هذا الأموال، الأموال راحت سيل سيل يسيل لهذا ولهذا ولهذا. فهذا في أيام عثمان. فقال له: لأن كنت بنيته من مالك فهذا إسراف، والله لا يحب المسرفين. ولأن كنت بنيته من مال الأمة أو من مال الله فأنت خائن، ولعنة الله على الخائنين. من أين؟ قال: هذا حيجنني أبو ذر، هذا كل يوم طلع لي بشغلة. بعث عثمان قال له: بدك الأمر استتبل لك؟ كأنه الأمر يعني إيه يا عثمان. وفعلا على فكرة من أكبر أسباب نقمة الثائرين على سيدنا عثمان معاوية، وقال له قال له: فعل الله بك وكذا، ودعا عليه سيدنا عثمان حشكر الأسبوع الجاي إن شاء الله، فما نقم علي ولا أقتل إلا فيك، وما نقم علي إلا بسببك. قالوا: أنا عارف أكثر الناس كرهوني بسبب معاوية، عشان تعرفوا معاوية، معاوية مكروه من أيام عثمان، الناس كرهت عثمان بسبب معاوية وأفعال معاوية وتصرفات معاوية، وعثمان قال له هذا ودعا عليه لأنه خذله، ما جابلوش الجيش،